نعم سينار، التفاصيل حول باخموت هذه المرة. هانا مالار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أكدت بأن القوات الأوكرانية اتخذت مواقع هجومية في باخموت، وتحديدا في الضاحية الغربية الجنوبية من باخموت وما تسميها منطقة ليتاك، وأكدت بأن القوات الأوكرانية تتحكم في المدخل الغربي الجنوبي من المدينة، وأن القوات الروسية هدأت في التقدم برا، وأكدت بأن الاستهداف المدفعي لا يزال مستمرا على الرغم من عمليات المداورة التي تقوم بها القوات أو ميليشيات فاغنر مع القوات الروسية النظامية في منطقة باخموت. أيضا هناك تصريحات للقائد العمليات البرية الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي، والذي أكد بأن القوات الروسية تتخذ مواقع دفاعية أكثر في مدينة باخموت، وأن القوات الأوكرانية قامت باستهداف عدد من الخنادق ومخازن الذخيرة في مدينة باخموت. يأتي هذا تزامنا مع بيان هيئة الأركان العامة الأوكرانية التي أكدت بأن هناك هجمات في اتجاه ليمان، كابيانسك، شختار ومارينكا وأفديفكا، هذه المحاور التي هي يعني مواقع مشتعلة منذ عدة أشهر. تزامنا مع ذلك لا تستمر التحذيرات من هجوم صاروخي على العاصمة كييف تحديدا، وأيضا على معظم المناطق الأوكرانية ليلا. السلطات الأوكرانية دعت المواطنين إلى عدم تجاهل صافرات الإنذار والتوجه إلى الملاجئ فور سماع صوت صافرات الإنذار، وأيضا ارتفعت حصيلة الهجوم الأخير على كييف إلى 16 مصابا في كافة مناطق العاصمة. تزامنا مع ذلك أيضا تأتي زيارة زيلينسكي إلى مولدوفا بعد زيارة أمس لمنطقة أوديسا. زيلينسكي صرح في مولدوفا في قمة القمة الأوروبية السياسية، أكد بأن أوكرانيا ستتوقف عن القتال عندما تنتصر، وأن موسكو بإمكانها وقف هذه المعركة سابقا بانسحابها من جميع الأراضي الأوكرانية التي احتلتها، وأيضا بأن أوكرانيا جاهزة للدخول لحلف الناتو، ولكن حلف الناتو ليس جاهزا بعد لاستقبال أوكرانيا داخل الحلف.